الامتحان والله كان كويس، هذا شيء مبدي. ثانيا الوقت ما كان كافي بالمرة للأمانة، ولا حتى العشر دقائق زيادة. الامتحان ايزي بيزي جايز. دمار ارجع شوية. والله بيخزي كثير، صعب كثير، طويل وفيش وقت. طويل 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 طويل. اهلا وسهلا فيكم، فيديو جديد مع منصة اساس وامتحان انجليزي لجيل 2005. خلينا نشوف كيف كان معهم الامتحان. طمنا كيف الامتحان معك؟ الامتحان جدا سهل، بس الوقت صراحة كثير، يعني في بعض ما لحقوا يكملوا باقي الامتحان، يعني خلوا في التعبير كم شغلة، بس سهل الحمد لله. طمنا كيف الامتحان كان معك؟ كان سهل بس بده شوية وقت، وغيرك في أسئلة كانت يعني بدها تركيز كانت يعني. طمنونا شباب بالله، كيف الامتحان كان معك؟ والله الامتحان الحمد لله، يعني أول شغلة لازم نشكر ربنا. إيزي إيزي عن جد، لأنه الدارس بيجيب الحمد لله. الحمد الوقت بكفي؟ الوقت يعني لا صراحة هاي بدأت شوية تغيير، بس إيزي. طمنا بالله كيف الامتحان كان معك؟ والله زي ما بيقولوا بالإنجليزي الامتحان بيوتيفل بيوتيفل، آه يعني مش طبيعي، لا أنت ولا الامتحان حج روعة روعة، والوقت ممتاز، الامتحان كله ممتاز. ما له معك امتحان؟ تمام. طمنا كيف الامتحان كان معك؟ والله حاس حالي بطلع مجلة سيدتي. تمام. صعب كثير، مش سهل الامتحان، الامتحان صعب. الوقت بكفي؟ لا ما بكفي، بدنا وقت كمان. كيف انجليزياتك بشكل عام؟ يعني هسه انا متوسط، مش كثير، بس الامتحان بده وقت. طمنا كيف الحمد لله. طمنا كيف الامتحان؟ يعني الامتحان كثير حلو صراحه، بس هي كثير احلى. طب لا لطيف. والاسئله؟ لا الدوائر صعبه صعبه. الوقت بكفي؟ ماشي حاله. لا بكفيش والله، ماشي بده زياده شوي. الامتحان ايزي بيزي جايز. اوف هذا طالب جاي من امريكا. طمنا كيف الامتحان معك؟ والله يعني مع كل احترام والتقدير ما بيصير تسال عن امتحان انجليزي يا اخي، ما جيت تسال غير بس عن امتحان انجليزي. طب يعني شكلك مش مزبط فيه بالمره. لا انه يعني قصدي من كثر ما هو سهل ما بتحتاج تسال عليه يا زلمه. والله خذ رقمه بدنا نشوف قديش بيجي في الانجليزي. خلاص. نعم. طمنا هون كيف الامتحان كان معك؟ الحمد لله الامتحان سهل والوقت كافي وبالزياده، واللي بيطلب وقت زياده هذا كتابته بطيئه. بس مبين حتى ستايلك اجنبي، هل انت بكل الامتحانات هيك بتيجي ستايلك؟ اول مره عشان تحكي انجليزي. والله بيخزي كثير، صعب كثير، طويل وفيش وقت. طويل طويل طويل. زي الرياضيات صار. اوف يعني هاي ضرب لتحت مش ضرب لفوق. اكيد لتحت يعني. اول شيء يعطيهم العافيه الوزاره، يعني الامتحان لا هو صعب ولا هو سهل، متوسط بس طويل كثير. بس انا بدي اوصل رساله. دمار ارجع شوية، اريد اشتكي لك على الحصل بيا. طمنا كيف الامتحان كان معك؟ والله الامتحان كان سهل. الوقت بكفي؟ لا بده وقت. كيف الامتحان كان معك؟ سهل الحمد لله، والفقرات سهلة، جابوا لنا اسهل فقرتين، وحتى القواعد كله سهل. الوقت بكفي؟ الوقت بكفي؟ وقت بكفي؟ لا قربت خلصت قبل بخمس دقائق تقريبا. والامتحان كان سهل. طمنا كيف؟ بس الامتحان تمام، لا صعب ولا سهل، متوسط تمام، بس انه الوقت مش كافي. بالتعبير اخترعت لهم لغة جديدة، فهمت علي كيف؟ فانه لا انجليزي ولا عربي، عبري تمام، فانه الحياة حلوة. طمنا كيف الامتحان كان معك؟ الامتحان والله الامتحان كثير سهل، اللي دارس بحل، كثير سهل الامتحان، وبشكر الوزارة هيك امتحان. طب الوقت كافي؟ هسا سؤال، شو الامتحان اليوم هو؟ امتحان علوم. حسيت والله الوقت زياده كمان. جود باي. طمنا كيف الامتحان كان معك؟ امتحان الحمد لله كان سهل، يعني الاسئله مش صعبه ولا سهله كثير، متوسطه جدا. الوقت بكفي؟ الحمد لله كفى. طمنا انت يعني من الطلاب المشاغبين، ما اتوقع كنت ساكت بس في والله عكيك قسما بالله، الامتحان والله لا كفى ولا شيء. والوقت بكفي؟ لا والله ما بكفي الوقت. لا والامتحان اسئله صعبه، ست التعبير فاضي. يعني هل جوجل ترانسليت لو كان موجود معك بيقدر يترجم الامتحان؟ والله لا جوجل ولا شيء، ولا جوجل ولا بينك ولا امازون ولا شيء. خلص تمام. كيف الامتحان معك؟ الامتحان كان صعب. صعب والوقت كان صعب. لا ما كفى حتى مع العشر دقائق، حتى العشر دقائق ما كفت معك. انت الاول على الصف كنت؟ كنت هسه بطلت. هسه بطلت مبني على الكسر النفسيه. الامتحان والله كان كويس، هذا شيء مبدي. ثانيا الوقت ما كان كافي بالمره للامانه، ولا حتى العشر دقائق زياده، لا يعني ضايقنا بالوقت كثير كثير للامانه. ابو حيدر تمام، تفضل ابو حيدر، تفضل ابو حيدر. كان بعطيها اتوات ابو حيدر. ابو حيدر اتوات انت؟ اتوات انا شغل اتوات. هسه اول شيء سهل،
ثاني شيء وقت كفى، لا والله الوقت ما كفى وسهل الامتحان كان، بس طويل كثير والله. بس انا ما كتبت تعبير، نسيت اكتب له تعبير. وهيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو اليوم مع امتحان انجليزي طلاب توجيه 2005. بنشوفكم ان شاء الله في فيديوهات ثانيه مع منصه اساس وطلاب توجيه 2005.